كيضربها بالحجر، كيضربها بالحجر، كيضربها بالحجر من بالزجاج، ضربها بالكاس، اضربني بالكاس انا. مشاهدي موقع شوف تي في، انتم الان مباشره معنا بعض المواطنين، بعض المواطنين كيضربوا رجال الشرطه بالحجر وبالكسار. انا براسي زقني كاس دابا، شيروا عليا من السطح. شنو؟ لا 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 دي السيده. شنو واقع هنا؟ شنو واقع؟ شنو واقع هنا؟ واحد كيجي يحجر واحد واحد راه هو داك محمد الشعر. هادشي علاش؟ لا ما وصلت. واحد مشاهدي موقع شوف تي في، انتم الان مباشره معنا تم رشق رجال الشرطه في دوريه امنيه خارجين بها بعد السكان ضربوا السيارات يعني بالحجر وبالزجاج. هادشي خطير اللي ولينا كنوصلوا ليه. رجال الشرطه او رجال السلطه الى تبعوكم وهضروا معاكم وقال لكم دخلوا لداركم، فهادشي راه من المصلحه ديالكم ماشي باش تضربوهم بالحجر. انا شخصيا زقلوني بكاس تضرب في الحيط في الجنب اللي كنت غادي فيه انايا. في هذه المنطقة في هذه البلاصة بالضبط انا دابا باش ندخل صعيب الحال. كيف كيبان لكم الحجار مي كادير الزبل شيرو بهم. يلا الاخوة اللي عنده شي دار يدخل لها حيدو من الشقة من هنا. يلا يلا كل يطلع دارو، ما عندو شي دار يطلع ليها. يلا خويا الزوقة. هادشي خطير صراحة، ما عمرنا ما شفناه باش توصل الأمور بحال ما كيرشقوا رجال الشرطة بالحجر وبالكيسال من السطوحة. شي حاجة ما كتدخلش العقل وما كيتقبلها حتى شي واحد. رجال الشرطة إلا قالوا لكم دخلوا أو رجال السلطة فهادشي خوفا على سلامتكم، ماشي باش تضربوهم بالحجر. غادي ندخل غنحاول نزعم وغادي ندخل نوريكم الزجاج اللي كاين. هذا كاس ديال الشيشه مضروب به. هادو الميكات ديال الزبل اللي كانوا كيشيروا بهم بالحجر من السطح. هادي معايا هذا الزجاج. شوفوا الاثار ديال الحجر. عندك راه زقني دابا صاحبي انا نضرب. من هنايا البلاصة دير فين كيشبي كيشبي. وخلينا خويا هنا، خلينا خلينا. شكرا. شوفوا الزجاج يعني من هذه البلاصه بالضبط ملي كيشيروا. شوفوا الزجاج. يلا
يعني هادشي صراحه ما عمري ما شفتو ما عمري ما سمعتو باش تكون بهالدرجه الكثيفه ديال الضرب. الضرب يعني منصح كيشيروا بالحجر بالكيسان هذيك ديال الشيشه. انا براسي زقلتني كاس تضرب في داك الحيط مباشره تضرب تما ودخلت للزنقه. شوفوا الاطراس ديال الدجاج وديال الحجر كاين في الطريق. يعني واحد المعلومه اللي جات دابا هاد القوات زادو اللي كتشوفوا معنا هادو هذا محلول هذا كان كيهزوه وكيشيروا به للطوموبيل. هذا سوا محلول يعني هاد القوات هما راه شيروا بهم. يلا سير دار هو خاصين نخلي الطوموبيل ديالو قمر مسافه. يلا معاك الهضر مول الحل سير دار. يلا اللي عنده شي دار يطلع ليها طلع داركم. يلا طلع سير اودي سير حي سير طلع داركم. صراحة هادشي ما رجال الشرطة ورجال السلطة اعوان السلطة الا كانوا كيقولوا الناس دخلوا فهاد الشيء راه المصلحة ديالهم ماشي باش ضربوهم بالحجر. سير خل داكايا هادي اللي ناض على الصداع. شوف السلطه المحليه يجيو يحيدوا. سير خل دارك سير هادوك اللي في الجناب. ادخل داكايا دخل المحل سير دارك. يعني المعلومه اللي خديت دابا راه قال لك الدرب كامل كان كيهاجم على السياره ديال الشرطه. الشباب اللي كيتواجد الشباب اللي كيتواجد في الزنقه كله قال لك كان كيضرب في السياره بالدجاج وبالقواد. هذوك القواد اللي وريتكم دابا راه كانوا كيشيروا بهم. عندك حدا راسك شي مرة راه هي تصابت جات فيها شي حجرة واقيلة ولا ما عرفتش شي كاس هما غادي يديوها في لومبيلونس. يعني هادشي راه خطير ما كناش كنعيشو بحال هادشي. الناس كيقدروا رجال السلطة رجال الأمن فما يمكنش أنك ترجع لهم الخير وكيترجع لهم هاد المعاملة ديالهم اللي خايفين عليك ضربهم بالحجر. يعني هادي ماشي مسؤولية. الله يشوهك الله يشوهك
الله يرحم لكم الوالدين. لا 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 انت ما سمحتش لك تقضي يوم القيامه. صافي صافي سمحت صافي 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 عينك الله سبحانه وتعالى يا خويا عينك الله الواحد الاحد الله يأكد عليك انت كرسي قبل ما تسلموا بي الله يرحم عليك من جمال مشاهدي موقع شوف تي في، انتم ديما معنا في مكان الحادث. يعني رجال الشرطه تعرضوا الوابل من الرشق من الحجاره والكيسان والجاج والزبل والكواز حشاكم ديال سميتو اللي في الارض هزوهم وكيشيروا بهم رجال الشرطه. يعني قال لك زنقه كامله الشباب ديال هذه الزنقه، ما عرفش انا شنو السبب، ولكن باش يتعرضوا رجال الشرطه لهذا التعنيف بهذا الشكل وعرضوا الحياه ديالهم للخطر، فهذا الشيء راه ماشي مسموح به وتش واحد ما غادي يتقبلوا. كل واحد كيقوم بالدور ديالو، انت كمواطن مفروض انك تطبق الاوامر اللي كتصدر من وزاره الداخليه ومن وزاره الصحه ومن رجال الامن. الا قالوا لك دخل دخل، هذا الشيء في مصلحتك، ما قالوش لك دخل وانت داخل الدار ديالك، قالوا لك دخل حيت انت خارج برا ودير تجمعات بدون كمامات. فهذا الشيء ما كيدخلش العقل وما كيتقبلوش العقل انكم تهاجموا رجال الشرطه بهذا الشكل. الى هنا مشاهدي موقع شوف تي في، بغينا ناخذ تصريحات من هاد المواطنين ولكن ما كاين حتى شي واحد، كلشي داخل الدار ديالو. غادي نحاولوا نمشيو مع رجال الشرطه نشوفوا شنو كاين. يعني هذا هو المكان اللي تم رشق رجال الشرطه فيه. راه كيبان لكم الجاج، كيبان لكم الحجر، هذوك حاشاكم القوادز ديال المكان ديال الضوء ديال الماء، راه هما ضربوهم، ضربوا السياره بها. يعني الشباب اللي كيتواجد في الزنقه هذه معلومات اللي قالوا الناس، بعض الناس اللي كانوا شاهدين. هادشي ما كيتقبلوش العقل.
باش توصل الامور لهذا الشكل غير مقبول بتاتا. شوفوا الجاج، شوف 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 شوف. شوفوا الجاج، شوف يعني شفنا الهيل قدام وهنا يعني الامور كان رشق بالحجاره وبالكيسان. يعني شخصيا تعرضت للضرب بواحد الكاس وجاب الله ضرب في الحيط. البراكه هي اللي جا مع هاد ولكن دابا شكون اللي بدا كيضرب؟ شحال واحد تقريبا كان؟ شحال واحد كان كيضرب؟ سمعتوا الغواص وصافي. شباب يعني على ما فهمت ان شي براكه كتواجد في واحد ليسباس في هاد الزنقه كيجمعوا فيها، وفاش ملي كتجي الدوري كتجر عليهم. واقيلا هاد المره صافي دارت لهم في الخوا. ترجع للوبه البابيه زيد شوف هذا اللي قال شوفات الجاج. اجي تشوف اه كلمني قلت لك جي عندي ما جيتيش. جيتي استاذ ما قلت ما لقيتكم. قلت لك كون عندي الصباح ان شاء الله. الميكا ديال الازبال حتى هي ضربوا بها. ازبلوني خلت ديك الزنقه ضربت في الحيط. الريوز ديال الشيشه ها هما تما موجودين. Thank you.
الى هنا مشاهدي موقع شوف تي في، كنت معنا مباشره من حيسبته، المكان اللي تم فيه رشق رجال الشرطه بالحجاره بالزاج، هشاكم داك لي كادا ديال القوادز قالك تاهما هزوهم ضربوا بهم السيارات. نتمنوا هادشي تكون فقط سحابه عابره، ما يكونش واحد القصد كبير. نتمنوا السلامه للجميع، راه كلشي خارج وكلشي مغامر بحياته باش يحمي المواطنين. كل واحد كيوصل الرساله ديالو من منطلق العمل ديالو، فلا جاتكم رجال السلطه او اعوان السلطه او رجال الامن وكيقول لك دخل ولا الرخصه، فراه هادشي راه لمصلحتك باش تلزم البيت ديالك، ماشي باش يدخلوك غير حيت بغاو يدخلوك هكاك. راه كاين واحد المرض وكاين واحد الوباء اللي هو خيب، الناس تصابوا، الناس مرضوا، الناس تعاداو، ما بغيناش كلشي الناس يتعاداو. نطلبوا السلامه للجميع، والله يحفظ السكان ديال منطقه سباته وبخصوص هاد الزنقه، الله يحفظ رجال السلطه والامن. ما نبغيوش الاذيه لتا شي واحد، هادشي كيضر في الخاطر صراحه. انا اول مره غادي نعيش هاد التجربه بحال ما هوك، نتمنوا انها ما تجددش. نطلبوا السلامه للجميع. الى هنا مشاهدي موقع شوف تي في، الى اللقاء في مباشر جديد ان شاء الله.